يقام في مدينة لندن معرض فني لمجموعة من الفنانين من المغرب تحت عنوان الفنانون المغاربة المعاصرون. المعرض من تنظيم الفنانة التشكيلية مديحة صباني، وهي تشارك في المعرض بعمل فني أيضا. الزميل بشار طلال زار المعرض وأعد لنا التقرير التالي، نتابعه ثم نبدأ نقاشنا. ديالي مديحة صباني من المغرب، فنانة ومنظمة معارض. فهذا المعرض يضم 6 فنانين مغاربة من مدن مختلفة، واللي كل واحد فيهم كيشتغل بطريقة وبوسيلة مختلفة للتعبير عن الأسلوب ديالو الفني. منطلق العمل هو العدد 7. حين نقوم بعد العمل من أعلى فإننا نجد 7 على 7، وهذا له دلالة في حد ذاته، لأنه هنا نتكلم عن التواصل، أي التواصل مع 7 قارات، التواصل في جميع الجهات. يعني عندما نأتي من الوسط نجد 7، يعني عندما نأتي من الأعلى نجد 7. أحاول أن أتواصل مع الآخر وأقنعه لكي يسمح لي بأخذ صور له، ولكن أغلب الناس رفضوا طلبي هذا، مما أثار انتباهي، وأن البعض منهم طلب النقود مقابل أخذ صور له. لذلك نلاحظ في العمل بعض الأوجه مشفرة. سعيدين لكوننا جعلنا هذا المعرض ممكنا في شروط اللي انتم تعرفونها، شروط لندن هي شروط عالية سواء من حيث مستوى الإبداعي ولا من حيث التكلفة كذلك، وهذه بداية إن شاء الله. احنا نشجع جميع الطاقات. لهذا المعرض بل كذلك فنانة، وانضم لهذه المجموعة بعمل فني كذلك، واللي هو تحت عنوان سلطات. فهي صورة فوتوغرافية اللي كنجسد بها المنظور شخصي حول السلطات. فكما الصورة قدامنا كتوري شخص يرتدي ملابس تقليدية، ونعرف أنه التقاليد في المغرب وفي البلاد العربي هي من السلطات الأساسية اللي كتحكم في المجتمع. إذن نرحب في الاستوديو بمديحة صباني منظمة معرض الفنانون المغاربة المعاصرون أو الفنانين المغاربة المعاصرين، بعرفش محطوط الفنانين. مديحة كيفك؟ مساء الخير. الحمد لله، شكرا على هذا مبروك الاستضافة. المعرض. شكرا، الله يبارك فيك. نادرا مديحة يكون المنظم مشارك بالمعرض، عادة المنظمين ما لهم علاقة بالفن، بيقولوا يعني العمل بالنسبة لهم التنظيم شيء تجاري، خليني أقول، أو طبعا. إداري. فكيف التجربة كانت بالنسبة لك أن تكوني المنظمة وبنفس الوقت مشاركة فنيا؟ طبعا هو من الصعب أن الواحد يكون منظم ويكون فنان، لأن الفنان كيكون دايما متعلق بالعمل ديالو عاطفيا، ولكن هذا اللي أعطاني رغبة أنه ننظم معرض، لأنه كان عارف كيفاش العواطف ديال الفنانين تجاه أن الأسماء ديالهم تكون تاخد طابع عالمي، وما تبقاش منحصرة فقط في المدن ديالهم أو داخل المغرب. فهذا اللي خلاني نقوم بالتنظيم، فهو أكثر
أكثر تحدي من أنه فقط أنني نكون منظمة تجارية للخروج يعني من طبعاً. الحدود خليني نقول أنت خارجة من الحدود، أنت تعيشين بين ألمانيا والمغرب يعني، فالفنانين الباقيين عايشين في المغرب، فربما كانت مساعدة لهم أيضا للخروج. المغرب مرتبط عموما باللغة والثقافة الفرنسية يعني فرانكوفون، فلماذا كانت لندن هي المحطة الأولى بالجولة الأوروبية اللي عندكم إياها بعد؟ هو كان حلم من الأحلام ديالي أنني نكون مشاركة في بريطانيا العظمى بعمل فني، فقلت لما لا، أنه إحنا المغاربة عندنا فرص كثيرة في فرنسا وفي الدول اللي كتكلم اللغة الفرنسية، فلما لا ناخذ منحة آخر ونمشيو للدول اللي كتكلم لغة عالمية واللي توصل الصيحة ديالنا للعالم، ماشي فقط في الدول اللي كنتكلموا بها اللي كنتكلموا اللغة ديالها. ف من بعد من ما جيت أول مرة لبريطانيا كان لازم نقوم بهذه المبادرة أنني نقترح موضوع ديال معرض كيضم 6 فنانين مغاربة شباب من نفس الجنريشن، فهذا هو اللي كان حفزني أنني نقوم بهذا الإنجاز. طبعا أكيد بفترض السفارة المغربية دعمتكم بالحضور على الأقل أو طبعاً. الاهتمام بالوجود بالمعرض، بس الإقبال عموما هل كان الجمهور من الجاليات العربية من الجالية المغربية ربما المغاربية بشكل عام، أم أنه كان في جمهور بريطاني أو أجنبي متحمس لإلقاء نظرة على الفن المغربي؟ هو من حسن الحظ أنه كان عندنا فنانين مغربيين جاءوا من المغرب للحضور الحضور المعرض، ولكن كذلك من جيل مختلف، هم من نفس الجيل، لكن معظم الناس اللي جاوا المعرض كانوا من بريطانيا، وهذا شرف لي أنه نكون سفيرة ثقافية وفنية للوطن المغربي في بريطانيا. نعم، معتبرة أنه دورك اليوم كسفيرة فنية للمغرب بأوروبا خليني أقول، أو في لأن هذا معرض متجول، والقدروا نقولوا الجول منه هو أنه يوصل للعالم. نعم. فلما لا بعد بريطانيا هو معرض غنقلوه إن شاء الله لألمانيا لمدينة كولون. نعم. اللي غتحتضنه أحد البنوك الألمانية، ولما لا بعد كذلك نشوفوا أراضي أخرى ممكن تحتضن هذا المعرض. هلا المقرر ألمانيا بعد ألمانيا. لندن، هذا الشيء المقرر الوحيد، ثم ربما يعني تجولون بلدان أوروبية أو مدن أوروبية أخرى. لما لا؟ نعم. ليش هو بمشاركة طبعا 6 فنانين من الجيل الجديد، وفعلا أعمال، أنا ما زرت المعرض، غشيت شفت التقرير تبع الزميل بشار، لكن بالتأكيد بحب زوره، مستمر لنهاية هذا لنهاية الشهر، هذا الشهر مايو. إن شاء الله. لكن ليش عمل لكل فنان؟ يعني هنا 6 فنانين بست ست أعمال. هذا نظرا لإكراهات المكان. فضاء. نعم. لأنه فضاء ما كبيرش، ما غاديش يقدر نحتضنوا فيه أكثر من 6 أعمال، وكذلك باش يكون الحمل ثقيل، يكون الحمل خفيف عفوا عليا في الأول، لأنه الشحن صعب والأمور نحن كنعرفوا مدى صعوبة الاستقلالية الفنية، أنه الواحد يدير مشروع شخصي خارج المغرب، وكان لازم أن التنظيم يكون من ألمانيا، فكنت أنا في ألمانيا بحاول أنظم كل حاجة من المغرب على بريطانيا. نعم مديحة، قد ايه في اختلاف، انا ما عندي فكره وربما المشاهد ما عنده فكره، قد ايه في اختلاف بين الجيل المكرس المخضرم من الفنانين المغربيين وبين الجيل الجديد؟ هل في تمرد على الاباء بموضوع الفن، ام انه في تخوف، ام انه لا في بالعكس انسجام بين الافكار؟ هو صراحة حسب ترعرع لكل فنان في بيئته، ف من منطلق اللي عشته أنا صعب جدا إقناع حاليا للأباء أن الواحد يأخذ مسار فني، لأن المسار الفني هو مسار صعب جدا. إحنا كندركوا المشكل المادي ديال الفن، هو مشكل عويص جدا، ولكن كيبقى حسب الرغبة ديال الفنان.
الفنان الى اي حد هو باغي يوصل بالفن ديالو. وكذلك هناك عائلات وهناك اباء كيتقبلوا هذا الموضوع، هو موضوع ثقافي ومجتمع ككل واش كيتقبل انه يشوف الفنان او الفنانه تخرج من عائله محافظه صحيح تكون فنانه. فهذا اليوم الفنانين ثوار ومتمردين ومحاربين، يعني طبعا بين المجتمع والعائله، وكما ذكرتي التمويل، ضعف التمويل في المجال الثقافي، ففعلا يعني ترفع لكم القبعه لكم انتم الفنانين السته ولكل الفنانين من الجيل الجديد في العالم العربي. مديحه صباني شكرا جزيلا لك على وجودك معنا بالاستوديو، اكيد راح نحضر المعرض. شكرا لكم على الاستضافه.